ايه، نرجع في حديثنا السابق، نحن لازم ناخذ نقطة التقاء. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير صفتان لله عز وجل. ماذا يقول الذين يؤولون الجاد والاستواء إلى آخره؟ ماذا يقولون في هذه في هاتين الصفتين أو غير العبارة هذه؟ نعيد عليكم سؤالكم. في آثار عن الصحابة أنهم فسروا السمع والبصر بما السلف والخلف متفقون على تفسيرهما به. الجواب ما في آثار. جميل جدا. فكيف اتفق السلف والخلف، كيف اتفقوا على عدم التأويل؟ يعني اتفقوا صدفه. يعني بدون علم سبحان الله، يعني مرات سمع القلوب. ايه بدون علم؟ العلم بتعرفش. ما بتعرفش شيء، لازم تصلحها منيح. المسألة الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود مدى في نص عن السلام. بس خالفت لطريقة، وهي قرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو كملها ايه السميع البصير، مفهوم معناهما يسمع سمع يليق به. طيب الصحابي قالوا ايه؟ لا ما قالوا ايه، لكن ممكن لما نقول لك السميع البصير. لا يا حبيبي لا تطول الشرح. قالوا ايه الصحابي؟ مش فهمك، فهم الجميع. أنا منقول السلف والخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها. ليه ما سألت الآن هنا عن السلف وين آثارهم؟ وليه أنا سألتك الله موجود؟ هاي بدها سؤال فعلا حق معه، لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة بالموضوع. لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة، وعند ناس أدلة ما هي قاطعة، لأنه يسلط عليها معول التأويل. فهل آية هاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف، كلهم مؤمنون بأن الله سميع بصير. هنا لماذا لم يؤول؟ أول سؤال. ولماذا لم يفوض؟ ليش هون ما منصلت معول الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟ ما جاوبتني الله يهديك. وهو السميع البصير. أنا بدندن على تمام الآية، أنت بتدندن على أولها. في صفتان هنا ليس كمثله شيء، ما في نزاع بين سلفي وخلفي، كلهم منزهون، لكن النزاع في الإثبات. هل الرحمن عرش استوى بمعنى استولى أم بمعنى استعلى؟ هذا النزاع. أما أنه آية في القرآن
ست أربع آيات في القرآن ما في خلاف. كذلك لا خلاف في التنزيل، ليس كمثله شيء، لكن هل هنا خلاف في تمام الآية وهو السميع البصير؟ الجواب لا، لا خلاف. ليه عم تتجاهل القضية هاي؟ فالآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناها بالتفويض؟ على مين؟ على مين؟ كيف هم فهم هذه الآية واتفق فهمهم على فهم السلف وهم معطلون؟ تبقى دافع عن التوحيد، لأنك أنت بتبني مذهب الدفاع، مش أنا بدي دافع، أنا بدي أعدمه لأنه ضد الكتاب وضد السنة. أنا لما سألتك آنفا الله موجود؟ نعم موجود. طيب أنت موجود ولا مفقود؟ ولو موجود شكرا، بس لكل مفقود يعني. شوف شلون شلون بأوفنا موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريك مع الله في الوجود؟ سلكها واستريح. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ يداه ليست كأيدينا، انتهى الموضوع. شو اللي واقف في الطريق؟ السلف لم يفهموا هذا الفهم، والسلف لم يفهموا هذا الفهم السميع البصير. وانا بقصد السلف يعني كيف السلف اليوم الصحابي؟ وانا بقصد اللي تقصده انت. شو الفرق؟ يعني التفصيل هذا من عصر مثل اخجره وفجاره. لا يسببني على شفع جروب نار. الصحابي ما تكلموا في السميع البصير. ليش انت عم تتكلم وتقول مبين المعنى؟ هذا ابني سبحان الله، هذا ابني في كل الصفات. بس عم نسألكم ليه هون بتقول مبين وليس كمثلي شيء، وهنيك بتقول ليش ما نعول؟ ليش تعول؟ الاصل على مفاهيم اللغة العربية. اي نعم. اللغة العربية تحتاج للمعنيين، يد بمعنى القدرة ويد بمعنى يد الجاهل. هذا مو دائما الله يهدينا وإياه، لأنه لما تفسر يداه ما تظهر تقول قدرتاه. طبعا فإذا شو معنى يداه؟ وبل يداه مبسوطتان، وبعدين كلتا يدي ربي يمين، حديث صحيحة وصريحة. هذه ما بتأولون، لا بتأول بقدرة ولا بتأول بنعمة من أي تأويل من التأويل التي لجأ إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة. ما بتتأول هذه، ممكن أن تؤول في بعض الأمكنة، لكن التأويل هناك ما بيعطل الصفة. ولذلك أنا أتذكر إن سألتك هل تعتقد بأن لله يدين؟ ما سمعت منه الجواب، مع انه هاي الآية ما بتتأول بل يداه مبسوطتان. ومن عجائب حديث الرسول عليه السلام حينما قال، وكثيرا ما سئلت عن هذا القول، كلتا يدي رب يمين، كيف كان؟ لا، كان جوابي هذا السؤال هو لأنكر الإمام مالك. كيف أنت عم تسأل كيف؟ هذا أولا. وثانيا هذا الحديث بأكد عموم النص القرآني، ليس كمثله شيء. البشر له يمين له شمال، لكن الله ليس كمثله شيء، فكلتا يدي ربي يمين. هذا تأكيد للتنزيه. فإذا بالله يدان لا تشبهان أيدي المخلوقات. تفصيل السؤال بصيغة الصورة، هل هذا التفصيل معروف قبل ابن تيمية؟ كيف لا يا أخي، الله يهديك. مثلا لأن الأربعة إيش بيقولوا؟ لأن الأربعة إيش بيقولوا في كتاب الأسماء والصفات؟ هكذا يقولون كما يقول السلف. الإيمان بالصفات
بمعانيها الحقيقية بدون تكثير. قال الشافعي عن هذا في المعادة في طريق لفظه قال أن يجوها كما جاء، وما فهمنا من هذه العبارة أن هو يفوض. طيب أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما بيأول. لا ما بيأول. طول بالك. الله يهديك. في معنيين هنا. أمروها كما جاءت بدون فهم. ما هي؟ نعم. هذا بتقوله أنت يعني. أنا بقول أمروها كما جاءت بدون تأويل. يعني مشروع على ظاهرها. شو بتفهم منها؟ هذا هو المعنى العربي. وهذا يلتقي مع قول مالك. الاستواء معلوم. والكيف مجهول. نعم. ومع قول السلف. هو السلف ان من ائمة السلف. انا اللي برتاح له حقيقة بغض النظر عن الثاني. اللي برتاح له قلبي هو القول الثاني. اللي هو الإبرار بلا تعطيل. بلا تعطيل او تأويل. نعم التأويل اخو التعطيل. الإبرار بلا تعطيل. حقل. والله. انا الان لو واحد يتقال لي ما بقول ابدا انه هذه انه لله جاي. ما ابدا. الحمد لله. بس هذا عم يسجل عليك اعطي بالك. يقين مع الكلام هذا طاغه ما رجل الفكره فيك ما تقول على الرجل يعني. ان شاء الله اكون انا مخطئ. نحن بنعرف. نحن بنعرف انه سلفي. ما بنعرف عنه. النووي رحمه الله انه يقول يعني صحه نعم. يا أخي دون الخلاف مثل ما قلت لك تارة سلفيين لا يؤولون تارة يؤولون فهم خلفيون. فالرضا والغضب والعجب والنزول والإسواء كل هذه يؤولونها. نحن هجتنا عليهم ليش عم تأولوا هذه الأشياء؟ لا الله عز وجل الغضب عندنا هو ثوران الدم والانتفاخ الأوداج وهو لك يا جماعة اتقوا الله هذه غضب المخلوق. لكن ما دام الغضب نسب إلى الله فليس كمثل شيء. شان يجب التأويل يجب الإشكال على رسول حتى على غضب المخلوقات حتى بين الحيوان. نخي سبحان الله. جزاك الله خير يا أخي. إن شاء الله. لا إله إلا الله. سامعك الله. سامعك الله. انت تأخذ كلام اعدائهم. لا انت جبني من كلامهم. وما لقيت الا جيب من كلام اعدائهم اول مثال بدك تجيبه. لك يا اعوذ بالله. انا تحرضت على كل حال. كيف؟ قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من الحكي عنه. انا بموت اكاد اموت من القدقدية هذه. ما بتجيب لنا شيء هذه. انت الان
انت الان بارك الله فيك متخذ موقف تريد ان تثبت انه هذول اللي بيتمنوا مذهب السلف في عنده تشدد، وجئت بمثال. اول مثال هو باطل بالنسبه له لابن تيميه، فهلا اتيت بمثال اخر يكون ثابت. اي والله من فوق من فوق على راسي. اي نعم اي نعم. بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك. هلا انت انا حكيت لك بالتغير، قلت لك بغير لك نفس الفكر. عم تحكي عن فكر السابقين، مش فكر واحد مش انت وياه الان. الله يهديك، عم تحكي عن فكر السابقين، ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية. قلنا لك هذا بيذكروه عداؤه، فبدك تجيب مثال ثاني عنه أو عن غيره، مش عني أنا، على أني ماني عاجز أقول لك إنه هذا حق، لأنه رسول. هذه إشارة اللي شفتها، وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة، هي من السنة أيضا. لكن أنك هذا بيذكروه عداؤه، فبدك تجيب مثال ثاني عنه أو عن غيره، مش عني أنا، على أني ماني عاجز أقول لك إنه هذا حق، لأنه رسول. هذه إشارة اللي شفتها، وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة، هي من السنة أيضا. لكن أنا عملت نظرك، خليك ماشي على خطك الأول. لانه هلا لو كنت انا متشدد، هل معنى ذلك انه السلف متشدد؟ هذا اللي فهمناه من اول. طيب سيدي، سامحك الله سامحك الله. لك يا أخي الله يهديك الله يهديك. أولا ما في أحد يقول بهذا، مش لازم كذا مش لازم كذا، ما حدا بيقول هذا. لكن أنت غيرت خطك، قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأت. فما هو هذا التشدد؟ أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا. مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك. ان كنت غيرت بمعنى انه تبين لك انه كلامك كان خطأ، اعترف يا اخي، والاعتراف بالخطأ هو عين الصواب. وان كنت لا مالك انت مخطئ، تابع الخط وجبنا الامثلة، بهمنا نشوف الامثلة، بهمنا نشوف التشدد اللي انت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف.
فأولا أنت جبت المثال بينا لك هذا المثال ما هو صحيح، جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الآن، نراك أنت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين، ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هاي مو معناها هيك، مين قال معناها هيك؟ ما دام عم كرر عن مسامكم يرى تكرر، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، استواؤنا ليس كاستوائه. طيب هذا كل السلفيين بيعتقدوا هذه العقيدة. فإذا أنت الآن تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ جميل بسأل الله يهديك الله يهديك الله يهديك يا أستاذ عدنان، لمين نسأل نحن أين الله؟ لا أنت غلطان تماما، بقول لك يمكن ما له غلطان بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية، وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها، لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره. بقول له يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تشيون عنا، تحريك الأصبع في الصلاة، تعليق السورة ما بيجود، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة، بأن في العقيدة فيها خلاف، فيها خلاف كبير ومتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة، تفضل أين الله؟ ببحلي بيقول ليك شو السؤال هذا؟ وناس أشكال ألوان شي بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم إلى آخره، بهيك مناسبة رح نوجه السؤال. أما أنا بقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام يزور منك؟ أمر غريب. اي والله اي والله والله صدق. وانا بقى هذا السؤال صدر بمجموعه من الناس، وكنت انا منهم، طالب عده سنوات في شيخ ابو احمد، وانا اعمل لك اياها. طبعا بسال، لكن لمين بسال انا؟ بسال هل لي في شك، هل اللي بسأله في شك في ريب من عقيدته، في ريب من إيمانه بالله عز وجل؟ برضو هاي مش هذه قضية الفوقية، نعم هيك، بس مين بيقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحديث، ما شفنا هالعلم هذا أنه يجب أن يفهم عنها لأن لها معنى آخر. إيش معنى؟ هذه مشكلة، تقصد معنى آخر، شو معنى آخر؟ شو هذا؟ أنت عم تقول إيه إلى معنى آخر، شو يعني؟ يعني بالنسبة لله تعالى مكانه لا يعتبر مثل ما نحن نفهم لك يا أخي، مين بيقول غيره؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن غير الله. طيب ما هيك لا يقال؟ حتى اسم مع السوء اسم اللي كنا في بيت الدكتور عطاء يقول له هذا الشيخ صار متكلم معاه من اين الدكتور المتكلم وانهيت وقلت كلام كتب هذا الحديث سمع اليوم. طيب طول بالك، انا راح احكي لك قصه تشوف انه انت المعاني اللي عم تنفيها الان عن كلمة الأينية هذه هي نحن دائما مقررها، بس لا مؤاخذة قلة الصلة والجالس والاجتماع بنفس الحقائق اللي استقرت النفوس. هلا أنا بحكي قصة جرت بيني وبين أحد المشايخ، أظن أنت من الذين سمعوها مني مرة أو أكثر مرة، وممكن ما أنت سمعتها سمع غيرك بطبيعة الحال.
وهات شو رأيك بعدين هذا الإنسان اللي بيقرر وبيسأل أين الله، هل هو يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟ سنة من سنين الحج ونحن في منى، وأنا جالس مع بعض الحجاج، شي مصري شي شامي، ومتحدث، دخل علينا الشيخ أزاري، السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس أصغى لحديثي، شم من الحديث رائحة السلفية، قال لي أنتم جماعة الوهابية بتشبهوا رب العالمين بالمخلوقات. أنا له كيف؟ قال أنتم بتقولوا أن الله فوق السماوات. قلت له نحن منقول ولا هذا كلام رب العالمين؟ وذكرنا بقى آية أمنتم من في السماء الرحمن عرش استوى تعرج الملائكة والروح إلى آخره. فهذا مش كلامنا، هذا كلام رب العالمين ويجب الإيمان به. ثم تابعت موضوع منطقي عقلي، وظن أنا بأجبك طريقته هذا المنطق، لأنك أنت بترشح منك من الكلام السابق. قلت له تعال الآن نشوف أنه هدوني اللي بيآمنوا بأن الله على العرش استوى هدون مجسمي، هدون جعلوه في مكان حصروه في مكان، ولا هذا افتراء عليهم؟ قلت له قبل كل شيء بسألك سؤال، الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قلنا له الله تبارك وتعالى محدود؟ قال لا. نعم كويس، هذا نحن متفقين عليه. سؤال ثاني، فوقنا الآن السماء الدنيا، لا فكرية وشرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا السؤال إذا كان لا فيك الجواب الآن بإيجاز فأجله إلى ما بعد. قلت له أي سماء الدنيا ماذا فوقها؟ قال السماء الثانية والثالثة إلى آخره، باختصار السماء السابعة. وفوق السماء السابعة شو في؟ قال العرش. قلنا له كويس، والعرش ايش فوق منه؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت له ايش هدول الملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة على العرش. قلنا له في عندك آية فيها هاي؟ قال لا. في عندك حديث عليها؟ قال لا. قلت له كان مين جبت الملائكة دون وضعتهم على العرش هناك؟ قال والله هيك تلقلون من حيث الأزهر الشريف. قلت له عجبا من مشايخ الأزهر بيقروا على الكلب أن العقائد لا تثبت بأحاديث الصحيحة إذا كانت أحد غير متواترة، وأنت تثبت الآن عقيدة بلا حديث إطلاقا. لكن نحن مو هذا هدفنا، نمشي معك الآن. ملائكة كروبيون فوق العرش، وإيش فوق الملائكة الكروبيون؟ في شيء ولا انتهى؟ قال انتهى. إيه خلق محدود يعني. قلنا له الكون من أول، كنا قلنا له الكون مشتق من كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا الكون الآن على اعتقادنا نحن أعلى المخلوقات
عرش الرحمة على اعتقادك أنت الملائكة الكروبيون. وبعد ذلك إيش فيه؟ هل هناك شيء؟ هل هناك مخلوق؟ هل هناك مكان؟ قال لا. قلت إذن ليش أنتم بتتهمونا وبتقولوا عنا إنه جعلنا ربنا في مكان؟ وهي أنت هلا بالمنطق العلمي السليم وصلت إنه بعد العرش ما في مكان. الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى لا يعني أنه في مكان مثل إنسان في مكان، ولا يعني أنه فوقيته على العرش كفوقية الملك على الكرسي أو العرش تبعه، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فإذا التعبير الصح نفيات جمع نفي اللي عم تنفيه أنت، هذا من لوازم الدعوة السلفية. لأنه مرات منكرر مع أخونا علي هنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فكل صفاته تتناسب مع الجلال وعظمته، فهي لا تشبه شيئا من صفات مخلوقات. وصفات العلماء تنقسم إلى قسمين، صفة فعل وصفة ذات. فالرحمن على عرش استوى صفة فعل، نزوله ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا صفة فعل أيضا، لنزول ليس كنزولنا والسواء ليس كسوائنا وإلى آخر ما هنالك. فهل عم تدندن حوله أنت كأنك لأول مرة ولا مؤاخرة تتصل بهذه الدعوة، فبتحاول أنك تقول بس هذا مو هيك مو هيك مو هيك. وهي كما يقولون من منسجياتنا، التنزيه هذا من لوازم الإثبات، وإلا كان مشبها. ورحم الله ابن القيم حين قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فالسلفي إذا كان بده بسبب إثباته للصفات بده يجسم معناها عبد صنما لا سمح الله. فالتنزيه مع الإثبات هما مذهب السلف الصالح في كل صفات. فلا يخطر في بالك انه اذا قلنا استوى او اين الله انه في هناك يعني تشبيه الخالق والمخلوق، عياذا بالله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الان، سمعت هذه القصة قبل هذه المرة؟ طيب شو نساوي لها؟ لا 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 يعني لا، المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب انت استشكالاتك، لكن هذه متكررة في مجالسنا. بيقول حتى من الواقع
نفس العرض هو من الأشياء التي لا نعلم كلها وهو عرض قديم من المولدة الأولى وقدرنا نفسه وهو عرض كتابة الضوطية عليهم في المطمئة الضوطية للتالي حتى طرف الكون اللي عم تستعمل الفصل بين الناس لا مات بوجود عدم وجود الناس كمان هو شيء احنا لا ندرك العرض لا ندرك الحقيقي كل هذه الاشياء لا اعتقد انه الساحل بالمعنى الفكر التوسيع اكثر فيما يتعلق في تعقيد الشيء هذا يعني قرات هذه الاشياء ويبدو انه هاي الناحيه فكره ومنطق ما بعرف يعني من ثلاثة زاد بالدندن حول القضية العقيدة ما بدها فلسفية ولا بدها شرح أنت تطلب شيء لا سبيل إليه هذه مو أحكام شرعية الأصل في كل هالبحوث هاي ويسلم تسليما ولولا انه دخل علم الكلام واضطر الناس ان يتكلموا في شيء ما تكلموا فيه الاولون كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بجوز القول فيه انت بتريدنا الان نكون في زياده هذا خطا فاذا غير الطريقه اللي عم تكون فيها واللي كنتوا خلصتوا بدل ما يكون التركيز على الإجابة على كذا وكذا 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 ممكن توضيح أكثر لا أن الخير يقصد هذا مثلا شو التوضيح؟ هلا أنت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك أنت بهالجلسات القليلة اللي ما عليه صور لكن لم يبدو نوضح يا أخي مقترب مكتوب يجوز واحد يقرأ من العام فيسرق يعني وكأن المقصود هو أقرب في بعض الأشياء يعني مقترب كذا يكون في أمور من الشيء أنه لا فوق معناته لو واحد كان من اللي مغلدين واللي يقولوا عن السلف اللي هم وضعوه لله يخليهم يجيب الكلام هذا المكتوب من قبل السلف ويقرا امامنا من الذين لا يعلمون يقول لهم هذول بهذا الكلام يفرضوا ان الله محصور بين كذا وكذا في السماء يستطيع من خلال كلام الفلسطينيين ان يجد جديدا يقنع به اصحاب العلم القليل على هذا انا اعتقد انه انا هو المقابل أي شخص يستطيع أن يتكلم بأي نظرية أو مذهب أو واقع لا لا أنا أردت أن أقول أكثر من هيك القرآن والسنة ممكن هذا الشيء اللي بتقوله أنت القرآن والسنة إيه شو نساوي يعني؟ تفضل معالجة المعالجة سواء ممارسة فإن وصلنا إلى مجموعة من الأمور في العقلية التي نسأل فيها على العقلية ويجب السبب منها لكن ليس في متناول الليلة الآن قد يكون لهم إسماء كثير أو كبير أو كذا وقد أنا أقبل من الضروريات تقابل هذا الأمر لأننا نظرنا على العقلية الأخذين مني لا يأخذ مني مثل ما أنا يوم ما أخذ ولا في سنة أو يمكن في كثير مرة أنا لا أتفق مع عبادة الخاصة فبالتالي أخذ منا صلاة ثانية أو ليس عندي الحج والبرهان والوصف أقول أنا أمشي معها يوم ما عندي أحسن مثلا مع الشيخ عبد الثالث وأنا أشوف عليه لو ساعة وقفت مع قسم الله خبرني في كثير لكن لو أنا بدخل معك في نقاش مش من أجل الجدل
يجب أن أنا مستقبل عندما أواجه في بحث هذا النوع يكون عندي غرور، يكون عندي طبعا اعتراف عندي وعلى علمي وعلى ثقافتي وعلى رؤيتي، لكن أنا بحاجة إني أنا أدخل مع النقاش سنتين حتى يتفهموا حتى أخرج فبالتالي أقول فيها أنا داعي لسنتي عند الآخرين. طبعا التدخل اللي هو من المحتاج وانا كذلك من المصح على اقرب يحصل مع شيخه، لكن انا افضل انا هيك حتى انا متدخل لجزئي، انا ما بقدر انا اكون شيخ ناصر ولا بقدر اشوف انا اكون شيخ ناصر، اضحك بده موهبه بده عمر بده توفيق من الله بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه يفكر فيه، لكن بالحج الادنى بالحج الادنى حتى انا اكون تلميذ سياسي وارد على الاخرين يجب أن يكون هناك فعلا من علامة الأمر مبسط وهو مكتوب في لقيتها ووضح جدا حتى يرد يرد لنفسه وتجربات على كثير من شبه الاشتراكات، كثير من الناس الآخرين كانوا يجي يوضحوا في هذا الكتب يجب على الوزارة وتوصفوا وبساطة كثير ومدافعات عن نفسه وحدود فمن هون يعني يطالب احنا تطلي يابك يعني كلام الناس القادرين بغزارة على 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 كل الشبهة التي تظهر حول هذا كل المثلة الثلاثين معناها تمحالي ولا تتابع معناها ويصف هذا التشكيل المذهبي بعكس عكس المواطن كثير ما تتكلم كثير ضد السنه. يعني في الاصول كل المدن الثلاثية معنى الثلاثية ان تتبع الكتاب والسنه والمسكات الصالحه. هذا الكتاب المواطن هو هذا المنهج يظهر في هذا المنهج في اشياء اللي مدن كثيره.